اليوم غنوريكم كيفاش غنلصقوا الساعات الحائطيه. هاد الساعات الحائطيه خديتها بار كوموند، هادي هي ثاني ساعه كناخذ في هاد لا سيمين بار كوموند. كاين واحد الولد في فيسبوك داير ديكوراسيون بمراد كيصوب هاد الساعات الاضافيه وكيصيفط حتى الايات القرانيه في المغرب كامل. كيتباعوا ب 185 درهم، كتوصلك في المغرب كله. الا كنتي في مكناس كتاخديها من تماك حدا ما كتوصلكش، والا كنتي في شي مدينه اخرى كتوصلك حتى الامانه. بالنسبه ليا ليفغازون ما كيتعطلش، انا كومونديتها على هادي البارح في العشيه مع ديك 6 7، وصلتني اليوم في الصباح مع ديك 10 9، وصلني 9 لاروب وصلني ميساج مشيت خديتها. فالاسم ديالو كنيتو فيها حتى المونطون بشحال، كتاخدها ب 185 درهم. الا جيتي تاخدها من مدينتك كتاخدها ب 250 درهم. دونك غنحلو هاد ليفغازون. وغتشوفو معايا الساعة الحائطية كيفاش كتركب وكيفاش كتجي في الحيط، كتجي ساهلة بزاف وزوينة، كتجي واعرة روعة حتى. هاد الولد عندو دي كوموند غزالين، هادي تاني كوموند كناخد من عندو كتعجبني. ركبت الساعة الأولى غنحطها لكم في تشوفوها، الساعة الأولى خديتها من عندو كحلة جات خطيرة، واخا الدار ما كتكونش مصلوحة والحيط كيكون غير بيض كتبان واعرة، غنحطها لكم تشوفوها. وهادي التانية اللي كناخد من عندو صراحة غزالين تبارك الله تبارك الله عليك. كما كتشوفوا هذه هي الساعة الحائطية، هذه هي الساعة الحائطية اللي كتشوفوا ذا كلوك. كاين عنده بزاف ديال لي كلوك، انتي كتختاري شنو عجبك كيصيفط لك كتهضري. غنخلي لكم النمره ديالو في الرابط لتحت، كتاخدي كيصيفط لك بزاف ديال السوايع، انتي كتختاري الساعة اللي عجباتك واللون اللي عجبك كيصيفطها لك في نهارها، كتاخدها تكوموندا اليوم غدا كتوصلك. وكيفاش تركبيها انا غنوريكم الطريقه كيفاش تركبوها، يعني بلا ما تحتاجوا شي واحد يركبها لكم. هذا الموتور ديال مكالا، هذه هي الساعه نوريكم. نقرب لكم باش تشوفوا. كاين فيها الارقام 10 11 5 2 9 12، كتلصقي هادو من الاولين في الحيط، عاد كتلصقي عليهم صفر، عاد كتحيدي لي واحد الغشاء من الفوق باش كتعطيك لابريونس ديالها. هادو هما المارا والموتور باش كنشدو حنايا العبار، هانتوما تشوفوا كلشي. هادو تاني 8 4 7 1 6 3 صافي، ونلصقوهم. اول حاجه غنشدو هذا هو الموتور، اول حاجه غنديرو غنحلو الموتور. كما كتشوفوا غنديرو الحجره المكانه، نلصقو هذه في الحيط، هذه عندها اللصاقه ديالها وكتفيكسيها الا بغيتي بجوج مسامرات في الحيط. انتما تشوفوا معي الطريقه. اول حاجه دابا غنركبوا الساعه لهادي ونشوف وتبعوا معايا. كما كتشوفوا غنركبوا حجره موان بلس
ديري لي كيفاش تركبيها ودير كلشي. دابا خدامه كتسمعوا الموتور خدام. دابا غنخليكم معايا نقرب الكاميرا ونخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنفيكسيوها في الحبل. البنات دابا غنوريكم كيفاش نركبوا الطريقه. نحيدوا الطاوله كما كتشوفوا معايا. انفيكسيو الموتور فيكسيو هنا هي عندها ديجا اللصاقه ديالها يعني كتلصق سهله. نقرب الكاميرا باش تشوفوا. كيبان ليكم دابا غنشدو الموتور غنمشيو 12 هاهي 12 كما كتشوفوا الموتور ملي كتجي تقلبي كاين الساعة مقسمة كتقلبي كاين الساعة مقسمة ها 12 ها 6 3 ها 9 غنجيو نيشان مع هادي مع هاد الخط ديال 12 هنا 12 غنشدو هادي ديال غنشدو هادي باش غادي نعبرو. هي كما كتشوفو فيها القياسات بزاف. هذا غنجيو هنا غنحلو هاد الموري الصغير غندخلو هادي ولكن خصنا نديرو 12 كيما قلت لكم مع هادي هادي نديرو معاها 12 قلبشمش نضربهم ماش. هادي هي 12 كيما كتشوفو ثابتة. نجيبو لصقة ونفيكسيوها حتى لخر ونديرو خليكم. دابا هاهي تفيكسات 6 مع 12. دابا غنقادو عطيني ستيلو اخلاص. دابا غنقادو كما كتشوفوا ملي غنبغوا نديروا الخمسه غنديروا الخط مع الخمسه بحال هكا عاد نلصقوا. ملي بغينا نديروا سته نجيبوا هذيك الدواره الوسطانيه تجي مقاده مع سته ونلصقوا. وغادي ثاني نديروا السبعه حتى نلصقوها كامله. شوفوا معايا انا مفيكسي لكم كلشي. دابا غنلصقوا 12 اللصقو 12 نيشان. هذيك الدواره ديالها كتدخل فيها ملي كديروها كتورقوا عليها على شي عيار كيلصقها صافي. ها هي لصقات كما كتشوفوا. دابا غنلصقوا درنا 12 فيكسيناها ودرنا حتى هذه. دابا غنديروا 12 راه درت ليها المول ديالها غادي تما شديت لها العبار. دابا غنشد العبار الواحد الواحد غنديروها غادي هنا هنا الجوج غنمشيو الجوج هادي هنا ثلاثة هادي هنا ثلاثة غادي هنا وكنبقاو غاديين وكنشدو العبار حتى كنكملو. بالنسبة الربعة غتجي هنا خمسة نهبطوها غتجي في هاد البلاصة. عطيني ستيلو خليناها في الخمسة غنشدو الخمسة غتجي هنا ستة تجي هنا كما كتشوفوا كاينه واحد الثقيبه هنايا هي اللي كتثبت نيشان. سبعه تجينا هنا
دابا 8 دابا 9 غنجيو ل 9 10 كاتين دابا 11 دابا ملي درنا هادي غنحيدو الموري غنحيدو هاد دابا العبار اللي كتشدينا العبار نحيدي ديك اللصقة باش شديتو كيما كتشوفو إيه تي اللصقة دابا باش شديتو العبار كيما كتشوفو قلت ليكم كاينة واحد التقيبة هنا ملي كتبي بحال هكا تعبري على الخمسة كتجي هكا وكتجريها كتعبري على ستة كديريها هكا وكتجي حتى ستة ماشي ديريها هكا ولا ديريها هكا ديريها هكا الوسط وهذا الخط ديال ستة اللي كتشوفي فيه كيجي مع هذا الخط كيبان دابا غنجيو الارقام كما كتشوفوا غنحيدوهم باش نركبوهم غنبداو 12 غنحيدو 12 هكا حيدنا 12 دابا نحيدو 10 الصفر ديالها دابا نحيدو 11 11 وعندهم نسخة ديالهم النور كما كتشوفو باش كيلصقو في الحال كيتفيكساو دابا نحيدو 5 يخلص 9 كيما كتشوف 9 ديك أو نحيدو فيها الوسط شحال هكا والان هي هكا ريبان او ديال تايم هي النقطة حتى هي خصكم تقلبوا داكشي كامل تحيدوا منه حيت الا ما حيدتوش ما غتلقاوش باش تركبوا بحال هذيك الاو الاي ديال التايم نقطة حتى هي ها هي دابا غنشدوا الاخر هذه سالينا منها صافي هذه ما احتاجوهاش دابا غنحيدوا هذه كما كتشوفوا غنحيدوا تي كاين بزاف الاشكال انت ملي كتبغي كوموندي كيصيفط لك بزاف ديال التصاور ديال الاشكال وانت كتختاري الشكل اللي بغيتي كما قلت لكم هذا الثاني شكل غنشوفوه دابا واول شكل جربته غنخلي لكم التصاور ديالو ما درتش ليه فيديو غنصيفط نخلي التصاور ديالو يطلع لكم هذه 8 النقيطه كانت وسط 8 كانت غتمشي لينا ها هي خليوها في حالتها تما نحيدوها دابا فور نحيدوها الايديا تايم حتى هي دابا نمشيو للوحده ها هي نمشيو للسبعه ها هي دابا فاش بقات 6 والام ديال تايم دابا لقينا الاي والاو والام دابا لقينا التي كما كتشوفوا هذه جايه خوينا كامله دابا غنركبوا هادو عاد غنشدوا هادو كما كتشوفوا الفقيه ديالهم كنركبهم فوق من هادوك هادوك يعطيو اللون اللي بغيتي كاين في النوار كاين في البيض وكاين في الصفر دابا علاش كنتي اللي بغيتي كنحيدو حتى هما حنا اختارينا الصفرا الاولى كانت نوار بالنسبه لكل وحده وشنو اللون اللي عندها في الصالون ولا اللون اللي عندها فين بغات تلصقها بالنسبه لهاد الساعات كيلصقوا في اي بلاصه في حيط في بغيتي تلصقهم عندك شي كولوار عندك شي مرايه باش تلصقها كبيره عندك شي اسباس خاوي باش تلصقها في اي بلاصه تلصق ماشي ضروري تكون الدار مصلوحه ويكون يكون الحيط مقاد مصلوح تقدري تلصقها في اي حيط واخا يكون حيط عادي يكون غير مضروب ليه المرطوب الحيط ماشي مشكل اي حيط يكون مضروب ليه المرطوب باش تلصق الا ما كانش مضروب ليه المرطوب ما كيلصقش فيه اما بالنسبه للصباغه الصباغه كانت كتلصق ها هي الاولى حيتها والثانيه حيتهم بجوج دابا غنلصقوا النوار عاد نلصقوا الصفر خليكم هيا وتشوفوا الطريقه دابا نوريكم كيفاش غندير بالنسبه ل 12 12 غنبداو ب 12 واخا بعيده عليا نبداو بها غنحيدوا ليها اللصقه نحيدو ديك التقيبات اللي وسط او كما كتشوفوا باش تبان دابا لصقها ايوا مو بغات عليها بعيدة عليا بزاف كما كتشوفوا صافي هكا شغل كلام مزيان كتلصق دابا ندير الواحد حيدو اللصقة ديالو حيدو اللصقة بلاصتو دابا جوج وغادي تكون واحد عشرة لا هذا جوج
هنا هي العبار اللي كنشدو، العبار اللي كنشدو هو اللي كنديرو عليه. دابا غنمشيو تري، انا ما خديتش كامل الارقام، خديت شكل نبدل شويه نحيدو هذوك النقيطات كما كتشوفو بلاص 3 بلاص 3 دابا بلاص 4 واش نمشي صافيين صافيين حتى نكمل الحاله ديال الحليب. لا دابا نديرو 4 ربع جات هنا واش غادي تما واش غادي العبار دابا 5 ماما كندير فيديو، ماما ديما كتخسر لي الفيديو. دابا غنجيب بلاصه 5، انا شاده درت العبار بالستيلو عاد كنلصق. دابا غنديرو 6 بلاصه 6 باش يجيو على ستيلو صغار ميمشوش ليها هنا تحت، حاولت نخليها شويه خليت ليها بلاصه كبر. دابا 7، 7 كتجي كبيره تجي هنا. دابا نوصلنا ل 8 ديال 8 8 هنا. دابا 9 9 دابا 10 ها 10 شتي كيفاش كتبان؟ ها 10 نحيدو واحد. انا خديت هذيك ارقام صغار ارقام كبار، ما خديتش نفس الشكل. كاينين اشكال اللي كيبقاو قد قد بغيتيها قد قد بغيتي الواحد وكل شيء رقم واحد، بغيتيه كبار بغيتيه صغار على حسب شي سباس اللي عندك. دابا 11 11 خصني نطلع شويه دابا 11 ماما مسكينة حيتاش كيخسر علينا الفيديو، جات عافاك كدوي بشوية، هادي ما كتحتاجوهاش. دابا غنجيو هنا، هاداك هو هاديك الطايم لي قلت ليكم، ها 12، صراحة باقي مكملتهاش، تا غنكملها تبعي، عرفت ديالك من الدار ولكن مجاتش في سبورت. دابا غيخصنا القطعات، فين غيخصنا القطعات؟ خصنا في نقطة وغتخصنا في 6 نقطة هي ماشي نفس اللي بغيتو يدو لي شاكون وغتخصنا في 9 نقطة. دابا نقلبو على النقطة ديال 9، النقطة ديال 9 فين هي؟ نسيتها فشي حاجة قلت لكم خصنا نقلبو مزيان على المقاطي مكيناش، ماشي مشكل عندنا، عندنا هادو كيكون فيهم بزاف بحال هادو كيبقاو، غنديرو كاع 9 بس غير وحدة فيهم غنديرو بها 9 هادي أحسن. دابا ملي كتشوفو كملنا النوار غنديرو الصفر، دابا غنديرو الصفر مني غنساليو فيهم واحد الورقه من الفوق كتبرقله بغيت كما كتشوفوا، هي ورقه كنحيدوها كتولي كامله كتلمع، ملي كتحيد هذه الورقه كتولي كامله كتلمع شفتوا. دابا غنلصقو فوق من هذاك النوار، غنحيدو لهم حتى هما هاد البيض ديالهم غنلصقو، هادي باينه غنلصقها حتى تبعد عليا. علاش تجي طول؟ حيت هي كتجي طول. غادي نخطا فوق الخدمه باش نوصل ما عليش بزاف. انا غنقلبها بزي احسن طاح لي دي تايم صافي. دابا غنمشيو لوحده، نمشيو لوحده دابا نحيدها ديالها من هنا حتى جايه عليا. كيف ما كتشوفوا السبعة عطوني بنا السبعة واحد هي كتبع كما كتشوفوا دابا درت لصقت حتى لثمانية، دابا ناين لصقها تسعود، بقات لي غير 10 و 11 وديك تايم غندير فيها صفر و 6 صافي غندير فيهم صفر وحنا سالينا. هلي غنكمل معكم كيفاش نلصقوا الموريات كيفاش نحققوها، خليكم معايا نكمل غير 9 و 10 و 11 ونكملوا. دابا كما كتشوفوا لصقنا الموريات، كتلصقي الموري الصغير هو الاول كتدفعيه مزيان حتى كيتبت كيشد بلاصتو، عاد كتلصقي فوق منه الموري الثاني وكتزيريه مزيان بهذا الفيس صافي كيولي الصغير هو الاول عاد الثاني الكبير. دابا غادي نحققوها شحال في الساعه؟ ثلاثة الا ربع. دابا غنحققوها بحال هكا بهذا الموري الكبير، غنحققوها غندوها كيما كتشوفوا نوريكم كما كتشوفوا غندفع الموري الكبير
تنوصلوها لثلاثة لارو صافي هاي ثلاثة هاي ثلاثة لارو صافي وهي كتبان لكم خدامة غادي خدامة صافي هذا هو النتيجة النهائية كتجي واعرة في الحيط كما كتشوفوا كما شفتوا ها هي النتيجه النهائيه اللي حققت على 3 لارو ها هي بقات غادي على القسمين ها هي النتيجه شفتوا 7 كبيره وهذا هو الشكل اللي خديت هذا هو الشكل اللي شفت في التصويره اللي صيفط لي تماما ها هو نفس الشكل والفيديو الساعه الاولى اللي لصقت انا غنحط لكم التصويره ديالها والرابط ديالو غنحط لكم تحت ديال الفيسبوك والنمره ديالو الرابط ديالو غنحطو لكم وكما قلت لكم اللي بغى شي ساعه يصوني في النمره ديالو غيصيفط لي وكتصيفط كيف ما وريتكم كيف ما كيوريكم في التصويره كتختاروها كتوصل المهم ديروا ابوني وما تنساوش ديروا جيم.